السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بقى يا جماعة، الفيديو ده مش هزر بوش خالص، لأن أساسا الفيديو ده أنا متأخر جدا عليكم. النهاردة يا جماعة معانا طريقة إضافة الجرار الكندي باللون الرصاصي جوه لعبة ترين سيميليتور للكمبيوتر، تمام، بطريقة سهلة جدا. فياريت الناس كلها تتابع الشرح للآخر عشان تعرف تضيف الإضافة وتعرف تفك الضغط وتعرف إيه هو الباسورد، وغير كده عشان تعرف تدور الجرار جوه اللعبة، تمام. عشان يا جماعة اللي هيسأل أي حاجة في الكومنتات تحت، اللي هيسأل أي حاجة في الكومنتات تحت أنا قايلها في الفيديو مش هرد عليه، تمام. طيب، تنويه بسيط جدا يا جماعة، الجرار ده كان جرار تركي وانا مغير على اللون بتاعه. الجرار ده كان جرار تركي شبه يعني هو شبه الكندي بالظبط، فانا غيرت على اللون بتاعه فخليته زي الكندي، فعشان ما فيش حد يخش يقول لي ده لا ده مش الجرار الكندي، ده جرار تركي. يا جماعة الكل عارف، واللي متابعني من الاول عارف ان انا شغلي ان انا بغير على الالوان بس، انا ماليش دعوة بالتصميمات، ما بغيرش، ما بعرفش اغير اصلا على تصميمات، تمام. انا بغير في الالوان بس، ولو عرفت في المستقبل اغير في التصميمات هغير. كذلك العربيات اللي انا بستخدمها برضو العربيات الهندي، وانا مغير في الالوان بتاعتها عشان تبقى زي المصري، تمام، عشان ما حدش يخش برضو في الكومنتات يقول ده مش حقيقي، ده ما اعرفش ايه وكل الكلام ده. يا جماعة اللي مش عاجبه ما يتفرجش او ما يلعبش اصلا، يعني اللي هو اللي مش عاجبه الاضافات او هو شايف ان هي وحشة خلاص ما يلعبش بيها، تمام. طيب يلا بينا بقى نبدأ في الفيديو، يعني كفاية المقدمة الطويلة دي، يلا بينا. الاول يا جماعة هنفك الضغط من على الملف، هيظهر معانا بالشكل ده، هناخده كوبي، تمام. بعد ما هناخده كوبي هنروح لملف اللعبة، هنخش على اسيست، وهندوس ايه، وهندوس لاسك هنا، تمام. هناخده كوبي وهنحطه بيست هنا بره، تمام. طب يا جماعة يعني زيادة تأكيد هو الملف اسمه اند مود، تمام. هنخش على الملف ده بعد ما ننقله، هو احنا دلوقتي في اسيست اهو، هنخش على اند مود، تمام. اول ما نخش عليه هنلاقي دي اي 22000، تمام. لو مش موجود دي اي 22000 وموجود تاني اند مود فكده هيبقى فيه مشكلة، هنضطر ان احنا نطلع الملف اللي هو دي اي 22000 ده بره، عشان ايه؟ عشان يبقى المسار بتاعه اللي هو اند موديل، وبعد كده ايه دي اي 22، تمام. اظن كده الشرح سهل يعني. يلا بينا نخش جوه اللعبه ونشوف بقى الجرار فين. طب يا جماعه دلوقتي احنا عندنا، يعني احنا دلوقتي فتحنا اللعبه وعندنا طريقتين نضيف بهم الجرار. الطريقه الاولى اللي هي بيلد، هندوس على بيلد، تمام، وهنختار اي خريطه موجوده عندنا، وبعد كده هندوس على ايديت، وبعد كده ايه عادي جدا هنعمل فيها زي ما عملنا في الإضافة اللي فاتت، تمام. طيب الطريقة التانية من درايف وكويك درايف، تمام، كاستم، وبعد كده ندوس نيو، كرييت نيو، وندوس كونفير، هنستنى لغاية الإضافات ما تحمل بس معانا. طيب يا جماعة الإضافات كده ايه، الدنيا تمام. هنيجي على السهم اللي فوق ده اللي هي واجون، يعني عربيات، لا احنا مش عايزين عربيات، احنا عايزين ديزل، تمام. هنجيب ديزل، وبعد كده هننزل واحدة واحدة كده لتحت لغاية ما نلاقي الإضافة اسمها ايه بقى، دي اي 22000 اند موديل، تمام. دي الإضافة لقيناها، فبعدين بتدوس ايه، بندوس انسرت، بعد كده نضيفه ونضيف بقى العربيات وايه ونظبط الدنيا، تمام. لغاية كده الدنيا تمام، انا عامل واحد فهنرجع. طيب
لغاية كده الدنيا تمام. تعالوا بقى ايه نجرب بقى نلعب بيه ونشغله. وتقريبا كان فين؟ كان ده؟ لا ده ده كان ده. تعالوا هنخش جوه اللعبة، ويا ريت بقى نركز في الحتة اللي جاية دي. ليه؟ لأن هي يعني الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا، الخطوة اللي جاية مهمة جدا يا جماعة، لازم نركز نركز كويس، عشان أي حاجة غلط الجرار مش هيشتغل. طب يا جماعة اهو احنا يعني احنا دخلنا جوه اللعبة، نستنى بس ثواني، ثواني بس عشان الجرار يظبط ايه معانا بالشكل ده، تمام؟ طيب احنا جوه اللعبة اهو مفيش أي صوت، يعني ليه؟ لأن الجرار مش شغال أصلا، تمام؟ وده بعكس باقي الجرارات ايه اللي موجودة في اللعبة. هنعمل ايه؟ الأول هندوس على F4 عشان نخفي ايه؟ نخفي الحاجات اللي تحت دي عشان نسهل ايه؟ نسهل الدنيا. هنفتح الباب ده، تمام؟ وهنيجي رافعين السكينة دي الكهرباء، تمام؟ طيب بعد كده هنيجي رايحين على الـ3 زرار اللي فوق دول، هنرفع دول، تمام؟ طيب بعد ما نرفعهم هنيجي رايحين على ايه؟ على السهم ده، هنجيبه كده شمال ونصبر شوية، نصبر يعني نعد من 1 لـ10. وبعد كده نيجي جايبين ايه؟ يمين، تمام؟ كده كده الجرار اشتغل معانا زي الفل. طب عشان يبدأ يتحرك هنا معمول على ستوب، احنا هنعمله عليه على ستارت، تمام؟ اللي هو السهم يبقى كده. طيب ندوس على F4 عشان نظهر ال ادوات التحكم دي تاني، لان من غيرها برضو مش هيتحرك. هندوس هنا وهنرجع دي كده، تمام؟ وهنيجي دايسين هنا. طيب هنيجي دايسين، هنيجي نيجي عاملين كده، وهنيجي مرجعين الفرامل من هنا يا جماعة، من هنا، تمام؟ من لوحة التحكم، تمام كده؟ طيب بعد كده خلاص كده السرينة ايه شغالة، والدنيا ايه الدنيا تمام. هنا في نور اهو، النور شغال برضو. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ السرعات عادي جدا بالكيبورد بحرف الايه عادي هتدي السرعات، تمام؟ اهو تمام يا جماعة. طيب اهو برضو ايه بحرف الايه تاني اهو، تمام اهو، فالدنيا تمام يعني، تمام. طبعا يعني عشان نجرب الكشافات يا جماعة، الكشافات ما بتشتغلش من التحكم ده، تمام؟ الكشافات بتشتغل يدوي من جوه. نرفع له بس السرعات، الكشاف بيشتغل من هنا كده شغال اهو، النور منور ورا اهو، والجنب التاني ايه السهم نخليه كده يبقى منور، ايه يبقى منور قدام، تمام اهو. نقفل ايه نجيبه في النص، تمام. طيب اتمنى بقى ان الاضافة يعني تتبسطوا بيها يعني، وانا اسف جدا ان هي اتأخرت، وان شاء الله في اضافات جاية كتير يعني، بس انا كان حاصل عندي ظرف فأخرت شوية. رفع السرعات يا جماعة شغال كويس، الصوت شغال. الصوت شغال مفيش أي مشكلة.
نرجع بقى السرعات واحدة واحدة كده. واحدة واحدة. طيب عايزين نستخدم بقى الفرامل دي، في يا جماعة دي فرامل، تمام دي فرامل تقريبا فرامل بس مش شغالة مش عارف ليه. طيب خلينا في الفرامل دي، لو جبناها كده على الاخر هتشتغل، فاحنا ما لناش دعوة بدي، خلينا من لوحة التحكم بقى احسن. تمام طيب انا من لوحة التحكم، شايفين يا جماعة تصريف الهواء يعني شغال زي الفل. تمام طيب يا جماعة، وبكده نبقى وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. أتمنى الإضافة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الإضافة ما تنسوش تعملوا لايك، وتنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أول ما ننزل فيديوهات. تمام طيب يا جماعة، طريقة تحميل الإضافة بقى، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا ازاي نفك الضغط على الإضافة، وازاي نضيفها في اللعبة. طريقة تحميلها هيبقى فيه رابط في اسفل الفيديو، هنخش عليه هنقرا المقالة، هننزل لتحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها تحميل الاضافة، هندوس على تحميل الاضافة وهنعدي موقع اختصار روابط، وهبقى سايب لكم فيديو للطريقة ان انت تتخطى بيها موقع اختصار روابط، وبعد كده هتنزل الاضافة. دي اول حاجة. طيب عندكم تاني حاجة، طيب كلمة السر، تاني حاجة كلمة السر هتبقى ان جي، الان كابيتال والجي سمول، تمام الان كابيتال والجي سمول، بس كده. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.